صوت مبنى في ولاد عطية. قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين على حي الفردوس مما أدى إلى تهدم مبنى كامل مؤلف من 5 طوابق. عندنا هون 5 عائلات تحت الأنقاض، طالعنا تقريبا شيء حوالي 11 طفل ولسه عندنا هلا عالم عايشين. في عندنا زلمة وابنه عايشين. هلا عم نحاول فريق الدفاع المدني كله متوجه هون بالضربة، عم نحاول نطالعهم ولسه ما بنعرف الإحصائية الكاملة هون لأني عندنا ضربة بالحار القفا، المبنى كمان متهدم تقريبا نصه وهون المبنى كامل بالكامل متهدم. الإحصائية لسه ما مبينة، الشباب كل الفرق الدفاع المدني عم يشتغلوا هلا حاليا وإن شاء الله الله يوفقنا ونطالعهم.